ثمانية أقارب في إدلب. معازرة متجهة من عفرين إلى إدلب. الجيش الوطني الحر الفيلق الثاني باتجاه باب الهوى وسرمدة لتحريرها من عصابات الجولاني الموافق في 6/1. الله أكبر. يلا شباب على السيارات شباب يلا. أبطال الفرقة الثانية الفيلق الثاني يتجهزون الآن للتوجه إلى باب الهوى لطرد عصابات الجولاني من منطقة إدلب الخضراء وإعادة اللون الأخضر إلى هذه المنطقة، وبإذن الله نوعد أهالينا أن أثبتوا وصابروا إلى الصباح، وبإذن الله قادمون إما أن نكون شهداء وإما بإذن الله منتصرين على هذه العصابة، وسوف ننحركم كما دحرنا من قبلكم البغدادي وعصابته. تكبير الله. توجه لتحرير سرمدة وهلا من رجس عصابات الجولاني هج، وذلك نصرة لأهلنا في مدينة أتارب، وهنا في معرة النعمان والقرى المحاصرة من كل جانب. الله أكبر ولله الحمد. الجيش الوطني الفيلق الأول التوجه لتحرير سرمدة وباب الهوى من رجس عصابات الجولاني هج، نصرة لأهلنا في مدينة الأتارب والقرى المحاصرة من قبل عصابة الجولاني. الله أكبر ولله الحمد.